رجعنا لكم تاني، وزي ما وعدناكم وزي ما دايما هو كان وعدنا من فتره، مصطفى حسني اللي هيبتدي يبقى موجود في شبابيك بشكل دائم. طبعا كنا نتمنى ان اللي يكون الحديث عن ظروف احلى، ولكن احنا بنتكلم عن حياه احلى، وده يمكن اللي هيكون هيوضحه لنا مصطفى حسني. بس قبل ما نبدا مصطفى، الاول طبعا برحب بيك. رفعت كان عايز يقول كلمتين في حقك. لا انا عايز اقول بس بجد، وبقول للناس مش عايز يعني مش بوجه لمصطفى، لان انا بشكره جدا. يعني انا اول مره اقعد معاه وانا سعيد جدا ان انا قاعد معاه، ولكن انا اتفرجت عليه في احدى المحطات الفضائيه في الليله اللي قبل رمضان، وما كانش بيتكلم، يعني هو كمان بيتكلم في مواضيع دينيه، ولكن بخلاف المواضيع الدينيه، لان يعني مش قصه تدين وصلاه وصوم وكده، ولكن هو كان بيتكلم عن السلوك الاجتماعي وكيفية التعامل مع الآخرين وصفاء النفس. يعني أنت إزاي تبقى صافي مع نفسك. والحقيقة هو من الناس اللي أثرت في حياتي، فأنا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى أنا بشكره، لأن هو بجد أثر معايا. أنا من ساعتها وأنا يعني بقى عندي نوع من أنواع الصفاء الذاتي، وما بقتش يمكن أنا الحمد لله عمري ما كنت حقود، ولكن أو أيا كان، ولكن بقيت عايش صافي وراضي وما عنديش أي مشكلة، متسامح أكتر. متسامح جدا، وعندي قناعات بكل اللي موجود واللي ربنا كاتبه لي. يعني فأنا بجد بشكرك جدا يا مصطفى. عايزينك بقى نكلمك طبعا، أكيد أنت إحنا بعد 8 أيام من اللي حصل في اسكندرية طبعا في كنيسة القديسين، فأنت إيه رأيك يا مصطفى حسني يعني؟ وبعدين نبدأ بقى نشوف نقدر نصلح ده إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم طبعا، أنا يعني كنت منتظر الوقت المناسب اللي أتكلم فيه في الأحداث اللي حصلت في مصر، واسمحوا لي ان انا النهارده يعني اقسم الكلام لموضوعين. الموضوع الاولاني الجو اللي المفروض يعيشه المسلمين مع المسيحيين في مصر الفتره القادمه او على طول طول عمرهم يعني، ثم تعاملنا مع الاحداث اللي حاصله دلوقتي. أوكي. عشان نرتب ذهننا، احنا محتاجين ان زي ما عادل قال من شويه، احنا محتاجين حياه احلى في بلدنا، فاحنا محتاجين نعرف كل اللي بيشوفونا سواء مسلمين أو مسيحيين طبيعة العلاقة اللي ربنا يحبها إيه في بلدنا، لما يكون في أبناء وطن واحد عايشين في وطن واحد. وبعد ما نخلص الكلام ده هنتكلم الحدث اللي حصل ده هنعمل فيه إيه. أوكي. الأول خليني، إحنا كنا لسه بندردش قبل ما نطلع الحلقة، إن لما تكون علاقتي بإياد حلوة، لو حد عايز يؤذينا إحنا الاثنين مش هيفكر يوقع ما بيننا، لأن مش سهل هنعرف أنا وهو نحط إيدينا في إيد بعض علشان اللي عايز يوقع ما بيننا يلاقي فيه قوة وترابط. لكن لما يكون أصلا في توتر في علاقتنا ببعض، بسهولة جدا أي حد يقدر عشان يؤذينا إحنا الاثنين يقدر يوقع ما بيننا، تحت مبدأ فرق تسد. أي حد عايز ينتصر على أي بلد أو يهزم أي بلد أو يتعس شعب أي بلد يفرقهم يقدر ينتصر عليهم بسهولة. فإحنا الكلام اللي جاي ده إحنا نتكلم على ازاي ان احنا نوفر دايره، نوسع الدايره، دايره من الترابط. الدايره دي تبقى بيننا وبين المسيحيين، بين المسلمين وبين المسيحيين، بين الشعب المصري كله على بعضه، علشان الدايره دي تحتوي اي محاوله لافساد امن هذا الشعب. احنا عايزين نخلق مناخ من الترابط. هذا المناخ اي هجمه تيجي من بره لافساد حياه هذا الشعب، الترابط اللي ما بين المسلمين والمسيحيين يكون اقوى من حد يفكر في الفكره دي. يبقى كده احنا لازم نعترف من الاول، يعني مع كل احترامي لكل الاغاني والحاجات اللي بتطلع اول لما للاسف حادثه دي تحصل، انه احمد ومينا وكله تمام ومفيش اي حاجه وبتاع، يعني بدام اللي بره زي ما انت بتقول، يعني حتى لو كان هو شايفها، حتى لو هو كان مصري، يعني احنا طبعا لحد دلوقتي هويه اللي عمل كده ما تعرفش، بس حتى لو كان مصري انا من الناس اللي بترجح ان هو مصري دماغه مغسوله من الناس بره، تمام؟ فيعني حتى لو هو كان جنسيته مصري لكن دماغه مش مصريه تماما ولا اسلاميه ولا اي دين في الدنيا يعني. بس هي الفكره كلها ان الترابط اللي انت بتقول عليه فيه قلق. نعم. والقلق دوت يعني موجود لانه اللي بره شافه واستغله واستخدمه كنقطه ضعف تفرق بيننا اكتر يعني. حقيقة. فهو اوريدي فيه مشكله. بس لا، اللي انا فهمته منك كمان ان التوتر ده غلط، يعني التوتر ده ما ينفعش يكون ولا ديننا بينصح بيه اساسا. اولا تاكيدا لكلام اياد، هو التوتر موجود، واللي ما يعترفش بالمشكله عمره ما يعرف يحلها. تمام. رقم اتنين، التوتر موجود بسبب قله العلم. أول ما المعلومة تختفي، المنطقة المعلومة مختفية فيها بتسود على طول. العلم نور، أي حتة مظلمة في حياتك تعرف أن بسبب اختفاء المعلومة. فالنهاردة تعالوا نتكلم كده على عنوان اسمه أداب التعايش بين أبناء الوطن الواحد. وأنا بقول الكلام ده أنا كداعية إسلامي بقوله للمسلمين والمسيحيين، الناس بتفرج علينا دلوقتي، وبأناشد رجال الدين المسيحي ان هم ينشروا تعاليم دينهم ما بين اوساط الشباب اللي بيحضروا لهم في دور العباده عندهم. انا بنشر الكلام ده في الاعلام على اساس ان الاعلام بيسمعنا فيه المصريين كلهم او الوطن العربي كله بما فيه من مسلم ومسيحي. هناك فرق كبير جدا جدا ما بين ان انا اكون مسلم
أو مسيحي ومعتز بديني ومعتز بعقيدتي وإن أنا أكون شايف إن هي الحق. وخلينا نتكلم بصراحة النهارده، كل أصحاب عقيدة شايفين إن هي الحق، ولو هو مش متأكد إن هو على الحق كان بحث عن الدين الآخر أو عن العقيدة الأخرى. فأنا موحد ربنا ومؤمن بكتاب القرآن وبحب نبيه صلى الله عليه وسلم، بس لازم أتعلم إن اللي مختلف معايا في العقيدة أنا بفكر تجاهه إزاي، ولازم يبقى عندي المفهوم الصحيح لعدم الخلط، إن أنا أكون قد إيه عندي إقبال وود واحترام وعطاء، وإن ده ما فيهوش تنازل عن ديني ولا في تمييع للدين، لأن في ألفاظ زي دي بتستخدم ما بين الناس وبعضها، أنت لو كنت مقبل زيادة عن اللزوم على أصحاب العقائد الأخرى أنت كده بتميع دينك، وأنت كده إزاي أنك أنت يبقى بينك روابط كويسة بواحد مش مؤمن برسولك أو مش مؤمن بالطريقة بالعقيدة اللي أنت مؤمن بيها. فلازم المفهوم ده يبقى واضح عند الناس، عند المسلم والمسيحي، أن معنى العزة بالدين ملوش دعوة بمفهوم تجاه العقيدة الأخرى. في رقم واحد. رقم اثنين، تعالوا نبدأ الأول نقول إحنا ربنا علمنا إيه، علشان كل اللي بيسمعونا دلوقتي من المسيحيين يدركوا إحنا كمسلمين إحنا بنفكر إزاي تجاهكم، وكل المسلمين اللي عندهم المعلومة أأكد عليها، واللي ما عندهمش المعلومة يعرف اللي عندهم معلومه غلط، بل عندهم معلومه غلط يعني في ناس مش معلومه صح فاضيه وخلاص، في ناس صح. انا معلش أنا مش قصدي اقطع كلامك، بس ده في كل الاديان يعني، وده للاسف لما بشوفه وما بسمعه من اهل بيقولوا له اولادهم سواء ده مسلم او مسيحي الاثنين بيعملوا كده، فين من النوعين اللي هو يا ربي ابنه ان انت دينك كذا وده الدين الصح على عيني وعلى راسي، بس النص الثاني بقى الله. انه اي حد مش دينك ده داخل النار، اي حد مش دينك ده كافر، اي حد مش دينك ده انت، والاثنين بيقولوا كده تربيه فده معلومات بتملى الدماغ يعني. اذا انت بتقول ان في ثلاث اصناف، واحد ما عندوش المعلومه، وواحد عنده المعلومه الصح، وواحد عنده المعلومه غلط. فاحنا بنفكر كل اللي بيسمع دلوقتي، اولا انت مسلم او مسيحي، احنا ربنا علمنا في ديننا انك انت تعتبر الذي يحمل عقيده اخرى هو اخوك، والكلمه دي بدا الشباب على الانترنت طبعا انا متابع اللي بيحصل يقول لا ما تقولش اخويا المسيحي، لا احنا في ديننا احنا بنسميه اخوك، وربنا سبحانه وتعالى اللي علمنا كده في القران، والقرآن عندنا القرآن والسنة هم أعظم مصادر للتشريع، احنا بناخد منهم التشريع. ربنا علمنا أن الإنسان صاحب العقيدة لو مختلف مع واحد في عقيدة تانية بس عايشين في بلد واحد يبقى ده اسمه أخويا، بل أكبر من كده لو هم الاثنين بني أدمين يبقى أبوهم آدم يبقى اسمهم إخوة في الإنسانية. ربنا في القرآن بيقول وإلى عاد أخاهم هودا، سيدنا هود هو نبي، وقوم عاد عباد للأصنام. فشوف ده نبي سيدنا هود وهم اصلا بيعبدوا الاصنام، يعني حتى مش زي المسيحيين مش اهل كتاب، ده بيعبدوا الاصنام بيعبدوا الخشب وبيعبدوا الحجر، ومع ذلك ربنا سماهم اخوهم دليل على القرب. فانا بقول لكل اصحابنا اللي بيتفرجوا عليه المسيحي هو اخويا لو كان، واي واحد يقول لك كلام غير كده ده كلام مفرق ومش وقته، مش المفروض تسمع لحاجه زي كده. وشوف يعني ما يحمله كلمه اخ من الموده ومن العطاء ومن الكرم، وهنتكلم ده رقم واحد اخوك. رقم اثنين، ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يأمر ان احنا نعيش في وطن واحد وننصهر في بعض وهو بيأمر بالكراهية بيننا وبين بعض. ربنا أمرنا بالانصهار أو أباحني للانصهار في بعض المسلمين والمسيحيين عن طريق الجواز، يجوز للرجل المسلم انه يتجوز امرأة مسيحية. انت عارف يعني ايه أم ولادي اللي بتربي ولادي مخالفيني في العقيدة؟ انت مدرك يعني ايه ليل نهار وش في وشها؟ مين في الدنيا يتجوز واحدة يكون بيكرهها، يكون بيحمل مشاعر البغضاء تجاهها؟ دي مراتي، وربنا بيقول من آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا عز وجل لو عايز ما يكونش فيه أي قرب بين المسلمين والمسيحيين كان نهى عن جواز المسلم من المسيحية. متخبرك إن أخوها هيبقى مسيحي هيبقى خال عيالي، وانا ربنا عز وجل امر بصله الرحم. واحد يقول لي لا بس لو الرحم غير متفق معاك في العقيده ما توصلوش، اقول له كان ده جبته منين؟ خد بالك كل الكلام ده على الانترنت وفي كلام الشباب بينهم بين بعض سواء مسلمين او مسيحيين. ام السيده اسماء بنت ابي بكر ما كانتش مسلمه، وجت من سفر وجابت هديه لاسماء بنت ابي بكر، والحديث في صحيح البخاري، فهي فكرت ما كانش عندها المعلومه تقبلها ولا لا، فراحت للنبي يا رسول الله أمي أتت وهي راغبة يعني قريبة بتقرب مني، أفأصلها؟ قال صلي أمك. دي أمك حتى لو كانت بتعبد الأصنام، حتى مش أهل كتاب زي إخواننا وأنا بأكد عليها المسيحيين. يبقى أخويا، ثانيا ربنا أمر بالانصهار. رقم ثلاثة مهم جدا جدا، شوف لما البني آدم تتكون مفاهيمه تجاه العقائد الأخرى، ربنا أمر بمعاملة أهل الكتاب اللي منهم المسيحيين بألفاظ تشبه معاملة الأب والأم، آيتين في القرآن
الآية الأولانية في سورة النساء ربنا بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة. افتكر كلمة إحسانا بالوالدين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. العلماء كما يقول ابن الجوزي في كتاب اسمه زاد المسير لتفسير، الجار الجنب هو الجار اليهودي أو النصراني اللي مش بيحاربنا، اليهودي أو النصراني يعني المسيحي. تصور لما ربنا يقول يعبدوا ربنا واحسنوا للوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل وجارك وجارك المسيحي كمان، بنفس لفظ الإحسان اللي هو بيستخدم مع الوالدين. رقم اثنين الآية الثانية اللي في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الناس اللي ما بتحاربناش اللي هم جيراننا المسيحيين، اللي هم زمايلي اللي في الشغل المسيحيين، اللي هم الناس اللي احنا تربينا اصحابك، اللي هم مصريين، اللي هم مصريين بس بالظبط يعني بمنتهى البساطه يعني. فربنا بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، البر بالوادي، ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. العلماء قالوا ان كلمه البر هي بذل الطاقه والوسع في الاكرام والعطاء. فانت بتعبد بتتقرب، وانا بقولها بالفم المليان، انت بتتقرب الى الله يا مسلم باكرام المسيحي. انت بتعبد ربنا ومن صميم توحيدك لله ان تكرم من يختلف معك في العقيده. بص الايه جميله ازاي، قال لك انت بروهم وتقسط اليهم، قال لك البر انك تجيب اخرك في العطاء والقسط الا تطالبه الا بالحق. يبقى انت تدي زياده وما تطلبش اللي حقك منه. شوف قد ايه ديننا مستقر وواضح جدا، عشان خناقات الانترنت وخناقات الشباب طب نعمل ايه في حاجه زي كده تبقى واضحه علشان نوسع دايره الترابط. وان الله يحب المقسطين يعني ربنا الله هيحبني يعني، يعني انا لما اعمل كده ربنا هيحبني كمان مش اكتر. من انا هضيف الكلام بتاع عدل واقول من علامات حب الله عز وجل ان تتقرب الى الله وتنال حب ربنا ببر اهل الكتاب. كلام في منتهى الروعه، اخوك ثم ربنا أباح المصاهرة تبقى أم عيالي مسيحية عشان إحنا إخوات في وطن واحد. رقم ثلاثة الأمر بمعاملتهم بآيات تشبه آيات وألفاظ بر الوالدين. رقم أربعة ودي مهمة، رد السلام، إفشاء السلام. سيدنا محمد لما كانوا بيسلموا عليه كان بيقولوا عليكم، طبعا زمان كان بعض أصحاب العقائد الأخرى بيدعوا على النبي السام عليكم، السام يعني الموت، فكان سيدنا محمد بيقولوا عليكم. وإذا قالوا السلام يبقى كسبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رسول المسلمين رحمة للعالمين، وقال لهم وعليكم، في رد للسلام. مش معنى ان، وخد بالك خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، احنا اغلب اصحابنا كل اصحابنا المسيحيين اللي حوالينا وجيراننا حدش فيهم بيقول السلام عليكم، السلام اللي حدش بيدعي بالموت علينا، ده بيهنونا في اعيادنا وبيبقوا جدعان معانا ولازم تبقى وفي رمضان ما بياكلوش قدامنا مصطفى، ما بياكلوش في المدارس وفي الجامعات، كان اصحابنا المسيحيين بيحترمونا وبيجوا يفطروا معانا وناس اصحاب كنا يعني ما بيبقى الفطار عندهم بيصوموا معانا يعني مشاركة يعني. تاني يا اياد هرفع ايديا واقول مش معنى انك انت بتحب دينك ورسولك وقرانك وعندك عزه بدينك وعايز الناس كلها تعرف دينك انك انت ده يكون عندك سلوك عدائي طبعا. او سلوك فيه نوع من النفور من اي حد لان مصطفى ده يبقى ضد اصلا دينك اللي انت بتحبه وبتؤمن بيه ومتحفز له وعايزه ينتشر يعني. لازم تؤمن بان اللي قدامك عنده نفس التفكير، هو كمان مؤمن بعقيدته ودينه ومؤمن بيها، لازم تحط نفسك مكانه بالظبط صح. هو طلع عارف ان دي عقيدته ومع ذلك هو بيكرمك، فلازم انت كمان مش ممكن تبقى اقل من كده. رقم خمسة ودي مهمة جدا جدا، وعلى فكرة الكلام ده هتلاقوه على مصطفى حسني.com على الموقع بتاعنا، هتلاقوه مطبوع. الشباب طبعا انا اتمنى ان هو توزعوه وتنشروه ما بينكم لان في حاجات تانية مضاده مش حلوه على الانترنت، فيا ريت الشباب يخشوا على الموقع اسمها اداب التعايش بين ابناء الوطن الواحد. حاجه تانية التواصل، ربنا وصانا فاكر تهادوا وتحابوا، الحديث النبوي انك انت لو بينا وبين بعض هدايا هنحب بعض. سيدنا محمد كان بيقبل هدايا اهل الكتاب، ومقوقس اللي هو عظيم مصر أهدى النبي وما كانش ساعتها مسلم كان مخالف النبي في عقيدته، أهدى مصر، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا اللي النبي اتجوزها، وأهدى النبي البغلة بتاعته المشهورة كان اسمها جلجل تقريبا، والنبي قبل الهدية وتهادوا تحبوا. ففي نوع من التواصل لخلق الدائرة الكبيرة، دائرة التعايش اللي بيننا وبين بعض، دائرة الترابط عشان ما حدش فكر يكسرها. الحاجة الأخيرة قبل ما ننتقل على الموضوع الثاني ألا وهو نعمل إيه بقى في الموضوع ده، عدم الدعاء عليهم. شفت كتير قوي من أصحابنا المسيحيين بيقولوا بس أنتوا بتدعوا علينا ساعات في الصلوات. وخليني أقول هناك فارق ما بين أن أنا أحكم على المسيحيين من قصة بيطلع في بعض القنوات بيشتم المسلمين ومعروف الناس كلها عارفة،
ان في قنوات مسيحيه زكريا بطرس بيطلع يطلع يتكلم على شبهات في الاسلام. واي بني ادم في الدنيا، انا لو دكتور اتكلم في الطب، ماليش في الطب ما اتكلمش، ده قمه يعني عدم ادراك اي حاجه في الدنيا، انا اتكلم في عن تخصصي. فاللي يتكلم في حاجه زي كده هم اهل الدين اللي درسوه، فانا ما اقدرش احكم على المسيحيين من واحد بيعمل حاجه زي كده. وكذلك برضو المسيحيين ما يحكموش على المسلمين اخواتهم المصريين من شخص بيتصرف تصرف غير سني، مش سنه النبي. سيدنا محمد جم وقالوا له يا رسول الله الا تدعو عليهم على ناس تخالف النبي في العقيده؟ قال لم ابعث لعانا، انا مش وظيفتي ادعي على الناس، انما بعثت رحمه. بل النبي العكس، وانا هختم دلوقتي حتى دي عادل، بل العكس سيدنا محمد دعا لهم. ودي معلومه كتير من الناس ما تعرفهاش، النبي كان بيدعي لمن يخالفه في العقيده، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. دعا لهم بالمغفره لما اذوه صلى الله عليه وسلم. ده يا اخي يعني خليني عايز اقول لك على حاجات ثانيه ونكمل كلامنا. أوكي. بس خلينا بس نفصل صغير جدا ونرجع. اتفضل. رجعنا لكم تاني نكمل كلامنا مع صاحبنا والداعية الإسلامي الجميل مصطفى حسني. وختمنا الكلام في الجزء الأول، أو يعني لسه في كلام تاني في الجزء الأول بتاع فكرة عيش قبل ما نخش إزاي نتكلم على الموقف ده، ولا كده بقى هنخش دلوقتي في هنلخص حاجة سريعة. أوكي. الأول إحنا كنا بنتكلم في الجزء ده إياد على أداب التعايش بين أبناء الوطن الواحد. قلنا واحد اثنين ثلاثة. وقلنا بالضبط ست حاجات. وبفكر الشباب اللي ملحقش يكتب ورانا إن الموضوع ده موجود، الملخص ده موجود على موقع مصطفى حسن دوت كوم أو على الفيسبوك بتاعنا الأوفيشال جروب، ويا ريت طبعا يا ريت تنقلوه عندكم يا شباب بحيث إن إحنا ما يحصلش لخبطة. بفكر بقول للمسيحيين والمسلمين إحنا ديننا بيقول إيه، بحيث المسلم يبقى عارف، والمسيحي لما يشوف مسلم بيعمل غير كده يعرف ان ده مش ده الاسلام، ان ده تصرف فردي. تصرف فردي مبني على قله العلم. يعني هي اسمها جهل، بس انا مش عايز استخدم اللفظ، بس هو الحقيقه ان هو جهل. فرقم واحد، المسيحي ده اخويا في وطني، وربنا اللي سماه في القران والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا. كل الانبياء كان اسمهم اخوات لاقوامهم، والانبياء هم اللي كانوا بيعبدوا ربنا واقوامهم بيعبدوا الاصنام. فده خلاف العقيده، حتى مش زي الخلاف اللي بين المسلمين والمسيحيين، ده حد بيعبد ربنا وحد بيعبد صنم. فده لان المسيحيين اسمهم اهل الكتاب، اهل كتاب سماوي، فاحنا ما فيش بيننا الخلاف اللي زي ما بين المسلم وبين واحد بيعبد الاصنام. فده اسمه اخويا، وله علي ما للاخ من الاحترام والترابط والعطاء، وزي ما ربنا قال. تاني حاجة، لو ربنا عايزنا نبعد عن بعض وما نعيش مع بعض وما نودش بعض، ما كانش سمح للمسلم انه يتجوز المسيحية وتبقى هي ام اولاده ويبقى عيلتها هم ارحامي اللي انا المفروض اصلهم، وانا واولادي. ففي انصهار ربنا اباحه علشان هو ده المجتمع اللي ربنا عايز يشوفه. حاجة تانية، الامر بمعاملتهم رقم ثلاثة بالفاظ تساوي الفاظ بر الوالدين في سورة النساء في الآية 36، إحسانا وجدت الجار الجنوب اللي هو الجار المسيحي. وفي سورة الممتحنة لفظ البر، وجه برضو البر والإحسان، ودي اللي بنعامل بيهم أهلينا، بالوالدين إحسانا وبر الوالدين معروف. رقم أربعة، رد السلام، لازم يكون في سلام بيننا ومن بعض. وكلمة السلام دي كلمة تدل على أننا يا أما أنا كذاب بتأحمل كل مشاعر الخير تجاه اللي قدامي حتى لو يخالفني في العقيدة. رقم خمسة، التواصل بزيادة المحبة عن طريق تبادل الهدايا، وكان سيدنا محمد بيقبل الهدايا صلى الله عليه وسلم ممن يخالفونه في العقيدة، سواء ملك بلد اسمها أيلة أو ملك مصر كان اسمه المقوقس. رقم ستة، ودي لازم تبقى معروفة جدا جدا عند المسلمين، إن احنا ما بندعيش على من يخالفنا في العقيدة إلا إذا بيحاربنا. اللي بيحاربك تدعي عليه، لأنك أنت بتبقى ضعيف ساعتها، محتاج ربنا ينصرك. لكن جاري وزميلي وصحابي المسيحيين احنا امرنا مش بالدعاء عليهم، بل النبي كان بيقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ولما النبي قالوا له ادعي عليهم، ودايما الواحد مش عارف المعلومه فبيبقى عنده زي اندفاع كده، فالنبي يقول لم ابعث لعانا انما بعثت رحمه. وعايز اختم الموضوع ده ان رسولنا صلى الله عليه وسلم اسمه رحمه للعالمين مش رحمه للمسلمين. ولازم اللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام وعايز يمشي على خطاه عشان يخش مع الجنه يعمل زيه،
احنا رحمه للعالمين مش رحمه للمسلمين. طب انا عايزين بقى نبدا نخش في الجزء الثاني يا مصطفى اللي هو يعني انت قلت الحاجات اللي اداب التعايش بين ابناء الوطن الواحد بالظبط اللي هو اللي عنده الحته اللي عنده المعلومه فاضيه انت دلوقتي مليتها له بتعليم الدين الاسلامي تمام. الناس بقى اللي عندهم المعلومه مليانه بمفاهيم غلط واللي بيقول له الكلام ده برضو بيستند الى احاديث وبيستند الى ايات قرانيه بيفسرها تفسيرات معينه توصل انه اي حد مش مسلم كافر وفي النار يعني والكلام ده الشيوخ هم اللي بيقولوه وزي ما انت قلت بقى على انترنت على شرايط كاسيت بتتباع الرصيف على يعني ازاي ده بقى نبدا نصلحه. شوف هو احنا طبعا يعني احنا يعني واحد بيحمد ربنا على اي حاجه بتحصل في الكون ربنا قدرها ومع خالص التعازي والزعل اللي بيملى القلوب على اللي حصل في بلدنا في المسيحيين لكن في الاخر بقول الله اعلم يمكن ده يرجع لحد حق هو مش واخده يمكن يفوق بلد محتاجة تفوق في التعامل ما بين المسلمين والمسيحيين في الآخر وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أو الآية الأشهر وهو خير لكم للمسلمين وللمسيحيين لأن برضو إحنا بنبص زي ما أنت قلت يا عادل إحنا عايزين حياة أحلى فيا رب إن شاء الله الحياة اللي جاية بنا في بلدنا تكون أحلى عن طريق تعالوا نخش في الموضوع التاني ألا وهو أداب العباد الربانيين في الحفاظ على وحدة الوطن. احنا في شعار رافعينه كده دايما ان الواحد لازم يكون عبد رباني يتخلق مع الناس باخلاق الله بصفات ربنا عز وجل برحمة ربنا وكرم ربنا ولطف ربنا عز وجل. فاحنا عايزين العبد الرباني ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم ينتقل للرفيق الاعلى الا ودانا كل الاداب، اداب الحرب، اداب السلم، اداب التعامل مع نفس العقيدة المتفق معاك، اداب اللي بيخالفك في العقيدة، حتى اداب اللبس والاكل والشرب. فمش ممكن موقف زي ده ما نلاقيش في ديننا نعمل ايه. هتلاقي في دينك سيدنا محمد قال كل حاجة نعملها. رقم واحد معلش بس سريعا برضو عشان قبل ما تبدأ في رقم واحد بس اللي هي أداب ان احنا نتعامل مع ديننا من أهل دينا أو المسلم مش واضح احنا ما فيش أي اختلاف بينها وبين المسيح يعني ما فيش الله عليك يعني عشان ان هي لان لما انت فسرته هو انا بقى مش هتعامل مع غيري بغير كده. شفت الملاحظة دي؟ قال لك صح كل اللي انا قلته ده يتعامل مع أي إنسان مادام مش بيحاربني. وانا هفكر الناس اللي بتفرج عليا ان في خلط بسبب قله العلم ما بين من يخالفك في العقيده ورافع عليك السيف وبيطردك من بيتك وبيقتل عيالك ومن واحد لا يخالفك واحد بيخالفك في العقيده هو جارك وصاحبك وقريبك يا جماعه الخلط ده ودي اللي انت قلته دلوقتي حالا اياد استخدام ايات في غير موضعها استخدام احاديث في غير موضعها فطبعا ده بسبب قله العلم وهنا احنا محتاجين نقف وقفه ونقول طب هنعمل ايه ادب العباد الربانيين. اتفضل. يعني الموضوع مش اختلاف عقيده والموضوع حرب الله يعني الموضوع ما بقاش ليه يعني العقيده احنا زي ما عادل بيقول او يعني استشفت من كلامك ان احنا بنتعامل مع الناس كلها سواسيه مسلمين ومسيحيين ويهود وديان سماويه الله لا في القصه هي حرب ولا مش سماويه كمان مع اي انسان اي انسان احنا بنتعامل معاه بالود زي ما احنا قلنا هي قصه لو انا بحاربه ده موضوع تاني ولكن غير كده انا في سلم وفي حياه امنه وحياه جميله وحلوه وافتكر انك هتلاقي حاجات كتير حياه مليانه بالعطاء البر دي اخر حاجه في الخير تعمله فحياه مليانه مش بس بالسلم وانت في حته وانا في حته حياه مليئه بان انا بكرمك اتقرب الى الله باكرام بس احنا برضو مش عشان رفعت دلوقتي قال انه يعني ده لو الكلام ده بس في الحرب يعني وده برضو للاسف الصوره اللي بتطلع بره ان احنا الدين بتاع السيف والقنبله احنا مش دين حرب صح يا رب نجينا يا رب. والمشكله الاكبر انك انت في الاخر يا اياد لو شفت سلوكيات من ديننا بتاكد سواء للي جوه او اللي بره فكره غلط وبتاكد لهم عملي فربنا يستر ان شاء الله. وتعالى يعني تعالى نقول احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه بعد ما احنا قلنا عايزين مجتمع مترابط عن طريق الوصايا دي. تعالى نقول ادب العباد الربانيين في الحفاظ على وحده الوطن. رقم واحد لما يحصل موقف زي ده كل موقف وليه رد فعل مناسب ليه. رد فعل بتاع موقف تاني ننقله نحطه في الموقف ده اكبر غلط. يبقى رد فعل غلط. فتوى بتاعت حاجه ثانيه نقلها احطها هنا ده اكبر غلط. فتعال نبدا الاول بالمفهوم ده. احنا دلوقتي بنتكلم على هنعمل ايه دلوقتي في اللي بيحصل في مصر بلدنا ما بين المسلمين والمسيحيين. رقم واحد لازم نتفق على توحيد الكلمه حتى لو اختلفنا على كلمه التوحيد. احنا مختلفين على كلمه التوحيد. المسلمين بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، المسيحيين مش بيقولوها، دي اسمها كلمه التوحيد. احنا مختلفين عليها، يوم القيامه ربنا يحكم. ربنا هو الذي يحكم بين الناس فيما في كانوا فيه يختلفون زي ما القران في عشرات الايات قال الكلام ده. لكن احنا دلوقتي بلدنا ممكن تنهار لو ما فهمناش نعمل ايه، فاحنا دلوقتي محتاجين نتفق على توحيد الكلمه حتى ولو لم نتفق على كلمه التوحيد.
لازم الجمله دي تحفظ، لان هو ده الاولويه دلوقتي. حلوه قوي الجمله دي، جواها معاني كتير قوي الحقيقه، يعني فعلا مفيده. يعني احنا الاهم دلوقتي ان احنا نتحد كمصريين، الله عليك. وبعد العقيده دي بقى بتاعت ربنا، فلا يعني مش عايز اعيد الكلام، يعني احنا بس خلاص، يعني احنا خلاص. بس هي الجمله عجبتني قوي، يعني اختيار مصطفى للكلمات عجبني قوي. اللهم لك الحمد، رقم واحد. رقم اتنين، ودي بقى مهمه جدا ولازم كل الشباب يسمعوني فيها، اللجوء لاهل العلم المتخصصين الوسطيين في سؤالهم نعمل ايه، واحذر فقهاء الكيبورد. افتكر الكلمه دي، من هم فقهاء الكيبورد؟ هو الشاب اللي قاعد في بيته، ممكن يكون قرا كتاب كتابين، سمع شريط، سمع ألف شريط قبل كده، وشاف حاجه حصلت، فشاف رد فعل من حد بيقول لا دول اخواننا وحبايبنا ولازم نحتويهم ودول ولاد بلد واحده وربنا بيحب ان احنا نحب الناس كلها، يقوم ناقل له فتوى بالكيبورد كوبي بيست من موقف تاني، من موقع تاني، من فتوى شيخ بيتكلم في موضوع تاني. لكن زي ما انت قلت يا اياد، ايه مش في مكانها، حديث مش في مكانه، فتوى مش في مكانها، مش وقتها اصلا انها تطلع. وانا بقول اهو شباب من المسلمين والمسيحيين دلوقتي يطلع يحط فيديو شيخ بيتكلم كلام مش مناسب على المسيحيين، قسيس بيتكلم كلام مش مناسب على المسلمين، مش وقته. ده عايز يبين للمسلمين حكم النصارى، وده عايز يبين للمسيحيين حكم المسلمين، مش وقت حاجه زي كده، ده وقت احتواء وبس. دول اسمهم فقهاء الكيبورد، واحد بالكيبورد بتاعه بيحلل ويحرم على الناس، ودي مصيبه. ولا تقول بقرا كتابين في الاخر زي ما انت بتقول، يعني يا اخي ان شاء الله يكون قرا 100 كتاب، بس في الاخر الفقه، الفتوى ملهاش دعوه بواحد بيقرا. الفتوى دي عايزه واحد متمرس جدا جدا في العلم وعنده فقه اسمه فقه الواقع، بيخلط العلم اللي سيدنا محمد علمه لنا صلى الله عليه وسلم بالواقع وتطلع الفتوى. فدي حتة مهمة جدا، يبقى خد بالك، اللجوء لأهل العلم المتخصصين الوسطيين، واحذر فقهاء الكيبورد اللي بيبعت لك الفتوى بالإيميل أو بيعمل لك كوبي بيست على الحاجة دي، مشكلة. وأنا بحذر، ما بحبش استخدم الكلام الكبير، بس احنا في وضع لازم يبقى في تحذير. حذر كل واحد بيحرم ويحلل على الناس وهو مش من أهل العلم، مش وقت حاجة زي كده خالص خالص. انت دلوقتي وقت انك انت تحضن اخوك وبس. وده ان رقم ثلاثة بعد الاهتمام بتوحيد الكلمة حتى لو مختلفين في كلمة التوحيد. رقم اثنين، احذر فقهاء الكيبورد، وخد بالك الجأ لعلماء المتخصصين الوسطيين. رقم ثلاثة، المبالغة في احتواء المتضرر، المبالغة، وانا بقولها بالفم المليان، المبالغة في احتواء المسيحيين في مصر. الراجل ميت له 20 واحد ولا أكتر ولا أي كان العدد، لما يجي واحد يقول أخويا وحبيبي ويقف جنبه ويساعده، ما يطلعش واحد دلوقتي يقول لا، أو إزاي تقف جنبه، يعني هو أصلا التاني بيتكلم من غير علم. هو ده فقه الوقت. راجل خايف، تسمع بعض بتفرج على بعض الممثلين في برنامج واحد من الناس هنا على دريم، بيقول له المسيحيين خايفين في مصر. فلما يكون ده الوضع لازم المسلم يفتح حضنه، والا يبقى احنا بنقول انت مش عارف ايه معنى البلاغه، انت بتقول بالغ، انت لازم تبالغ، لازم تبالغ في احتواء اخوك الخايف. يعني ما تشيلش هم، تقول طب انا المفروض بتعامل عادي، طب انا المفروض ما اديلوش احساس زياده عشان ما يحسش ان انا بس بعمل كده عشان الموقف. لا مش بس كده يا عادل، زي اضف للكلام ده، ما تخلطش ما بين انك انت تبقى اخوك جوه قلبك، وانك على فكره انا بعطي الدنيه في ديني، وانا كده بتهاون في عقيدتي، وانا كده بتقرب لمن يخالفوني. ده مش وقت الكلام ده خالص. لو احنا قلنا ده غلط برضه، وده غلط برضه، ده غلط، لان هو مفيش اي مسلم راح عزى مسيحي وهو المسلم بيقول انا رايح اعزيه لان انا شاكك في ديني. انا رايح اعزيه عشان ده اخويا في بلدي، ملهاش علاقه. يعني الشباب اللي طالع على الانترنت بيقول انت لو قربت منهم وعزيتهم وعملت اي حاجه، قلت لهم كل سنه وانت طيب مثلا، وانا حته مهمه جدا في مساله ان انا اقول كل سنه طيب ولا ما اقولش، مفيش ولا مسلم في العالم بيقول للمسيحي، ولا مسيحي في العالم بيقول للمسلم كل سنه وانت طيب بسبب اعياد المسلمين او المسيحيين وشاكك في دينه. لا هو دي كلمة بعيده، فانا بعيد عليه. وربنا في القران بيقول وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين. شوف كلام ربنا للناس، وربنا سبحانه وتعالى ما فيش كلمه تطلع في القران تقول بس لو كانت هنا ظبطتها، انت ده انت مصيبه لو حد قال كده. وقولوا للناس، والناس هو اسم بيطلق على البني ادم اللي بيمشي بين رجلين، ده الكائن ده. وقولوا للناس حسنا، فانا لما اجي اقول له في عيد وكل سنه وانت طيب، ده انا مش معناها ان انا بقول انا عايز ابقى زيك، ولا هو لما يقول لي كل سنه وانت طيب معناه انه بيقول عايز ابقى زيي، ده اكرام بما تعرف عليه الناس. رقم واحد، هلخص بسرعه، الاهتمام او توحيد الكلمه حتى لو اختلفنا في كلمه التوحيد عشان المفاسد دي نبعدها عن بلدنا، لان في قاعده في الفقه بتقول درء المفاسد
أولى من جلب المصالح. فاحنا نضرب المفسده. رقم اثنين اللجوء لاهل العلم المتخصصين، واحذر من فقهاء الكيبورد اللي بينقل فتاوى غير مناسبه وايات غير مناسبه. رقم ثلاثه مهمه جدا جدا، احتواء المصاب والمتضرر. وسيبني اختم في اخر دقيقه بحته مهمه جدا للمسيحيين والمسلمين في مصر، وانا هاخد فيها دقيقه بالظبط، ويمكن انا جاي عشان الكلمه دي، كلمه للمسلمين ثم كلمه للمسيحيين. صاحبي او جاري او زميلي المسيحي، أنا بكلم المسلمين دلوقتي، مش هو اللي بيقتل الملايين في بغداد أو في أفغانستان. لأني شفت على الإنترنت واحد بيقول أيوة زي ما بتقتلوا، زي ما المسيحيين اللي في أمريكا واللي في بريطانيا هم الجيش اللي بيقتل إخواننا المسلمين في أفغانستان والعراق، أنتوا كمان أهو شفتوا الموت أهو. لا يا صاحبي، دول مش مسيحيين مصر اللي بيقتلوا هناك. زي بالظبط، عارف ايه وبقول الكلام ده للمسيحيين، نفترض بكره طلع اللي فجر نفسه قدام الكنيسه طلع واحد مسلم في البطاقه، انا بقول للمسيحيين ده مش انا ولا اياد ولا رفعت ولا عادل ولا اصحابك اللي حواليك، ده مش احنا. ده واحد زي ما اياد اما يكون عقله مغسول من بره، او واحد مش فاهم الاسلام والاسلام بريء منه لغايه يوم القيامه، والنبي بريء منه صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث. فاللي انا عايز اقوله للمسلمين مسيحيين مصر او مسيحيين الوطن العربي او حتى مسيحيين امريكا نفسهم، مش دول اللي بيدبحونا، بيدبحوا المسلمين. على فكره معلش انا اسف، انا عارف ان الوقت خلص، بس حتى الامريكان اللي هناك في الشارع، امريكان ناس انا كنت في امريكا يعني في اداره بتتكلم ازاي. مش عايزين نخلط اللي بيحصل في الحروب علشان الاكل والشرب والبترول باللي بيحصل في بلادنا احنا كمتعايشين مع بعض. وبقول للمسيحيين حتى لو طلع مسلم اللي عمل كده، نفترض طلع مسلم، ده مش احنا، ده حد تاني غيرنا. علشان يبقى المعلومه واضحه، مش في شماته في كل اللي قلته. احنا للاسف يا مصطفى وقتنا خلص حبيبي، لكن بجد احنا استمتعنا بالحلقه حبيبي. واحنا اكيد كمذيعين استفدنا حبيبي. ويا رب تكونوا انتوا كمان استفدتوا. حلقه كان فيها توضيح وكان فيها ملخص للي حصل، وان ده احنا ما لناش علاقه بيه كمسلمين ولا كمسيحيين، احنا بالعكس احنا اهل واحد ووطن واحد. هتلاقوها على النت يا رفعت، وهتلاقوا على النت طبعا كل الخطوات، الست خطوات اللي مصطفى حسني دوت كوم. كمان مصطفى وضح احنا المفروض نعمل ايه ونتعامل ازاي في الفتره اللي جايه. ان شاء الله كلنا كشباب نركز ونفهم ان احنا في مشكله، ومحتاجين ان احنا كلنا نتكاتف مع بعض علشان امن وسلامه هذا الوطن. ويا رب تكون الحلقه استفدتوا فيها وعجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله احنا الاثنين مش طالعين، ان شاء الله الثلاث في نفس الميعاد. استنونا.